لسه النتيجة تعادل بدون أهداف. أبو تريكة النهضة ما نفقدهاش، ممكن ناخد كورنر تاني أو أوت تاني لكن ما نفقدهاش. أبو تريكة مظبوط كده بيركز أبو تريكة ويعملها برضه على مرمى الله. هي جول، هي جول من ثواني بقول هنعملها، عملناها. حلو قوي يا جماعة، نموذج فعلا للمتابعة من على الأيام القريب. الكورنر اتعمل، شوف بيعمل إيه، شوف أبو تريكة، شوف أحمد حسن قطع إزاي، شوف قطع إزاي قبل واحد قبل اتنين قبل تلاتة، موجهها في بوزيشن جميل جدا بمهارة عالية. لسه النتيجة التعادل بدون أهداف. أبو تريكة نهدى ما نفقدهاش، ممكن ناخد كورنر تاني أو أوت تاني لكن ما نفقدهاش. أبو تريكة مظبوط كده بيركز أبو تريكة ويعملها برضه على مرمى الله. هي جول، هي جول من ثواني بقول هنعملها، عملناها. حلو قوي يا جماعه، نموذج فعلا للمتابعة من على الايام القريب. الكورنر اتعمل، شوف بيعمل ايه، شوف ابو تريكه، شوف احمد حسن قطع ازاي، شوف قطع ازاي قبل واحد قبل اتنين قبل تلاته، موجهها في بوزيشن جميل جدا بمهاره عاليه قوي قوي. خلص خلص يا احمد، خلص يا حبيب قلبي. احمد حسن نجم، نجم كبير. ورينا واحده حلوه، واحد ضد واحد، خد لجوه، خد لبره، خد لبره، يلا يا جمالك يا بركات، ده انت لعيب قوي قوي قوي. ضربة جزاء جميلة 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 من لاعب الجميل قوي بركات، لعيب جميل. تيجي 2-1 للقطن الكاميروني، وشادي بيركز، شادي بيركز، شادي قد هتهلنا هتهلنا، ريحنا شادي داخل، شادي يلا 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 يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا نادي اهلي. نادي كبير قوي قوي يا جماعه، فرقه كبيره قوي قوي يا جماعه، فرقه عالميه. شوف الفرحه، شوف الفرحه، ما ده الكاس بقى، هو ده الكاس، دي البطوله، دي البطوله. رايح ما بهزرش، انا ما بهزرش، ما اعرفش الهزار، انا فايتر، رايح اكسب، مش اجيب جول، اجيب جولين. برافو يا شادي، برافو يا شادي. طاقم تحكيم عربي جزائري، حكم صفارة جمال حيمودي، مساعد أول للصدرات يا أحمد، مساعد تاني عماري بو عبد الله. كل التوفيق للطاقم التحكيمي العربي، حكم اللقاء 38 سنة، حكم دولي من عام 2000، حكم مشهود له بالكفاءة الكبيرة والكبيرة جدا، حكم مشاهدينا في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2006، وأيضا حكم في هذا العام في كأس الأمم الأفريقية غانا 2008. ضربة البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ الحلم، نبدأ الإنجاز لإنهاء هذه البطولة. والنادي الأهلي مشاهدينا يصل للمرة الرابعة له على التوالي، وللمرة الثامنة في تاريخه لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق للأهلي. على طول لسان عبد الكريم توصل ورا بيرمينكا، تحضير لفريق نادي القوط رقم 3. على طول اللاعب نتزانة توصل للاعب مومودو، مرة تانية الهجمة، كرة طولية والباص حلو ناحية اليمين للباك اليمين رقم 4 اللاعب بوقار، يطلع دفاع النادي الاهلي. اهم هذا اللقاء، يمكن اهم فترة في لقاءات اليوم، اول ربع ساعة من عمر الشوط الاول، وايضا مشاهدينا اهم فترة اللحظات الاخيرة من عمر هذا الشوط والشوط الثاني. الهجمة، العرض الخطيرة، وبرافو امير، برافو امير عبد الحميد، يتألق امير ويحط ايده في وقت مناسب جدا. توصل لحد الشمال، على طول لاعب نتزانة باك الشمال في اللقاء امامية، ضغط هجومي من لاعبي القط الكاميروني، واندفاع ودفاع وانكماش من لاعبي النادي الاهلي مع بدايه احداث الشوط الاول. على طول توصل للاعب جيلبرتو، جيلبرتو عاوز يعدي لكن قطع كورته، الباك اليمين مكاجي بوقار، توصل لجيلبرتو لحد الشمال، لمسه في نص الملعب، ترجع ورا حسام عاشور، على طول لاحمد السيد، احمد امامية في نص الملعب، استلم حلو، مهاره من نجم ابو تريكه، اللمسه احمد حسن، توصل ناحيه الشمال ناحيه اللاعب دوجري، مرة تانية توصل لاعب نتزانة أمامية، الساند على طول من اللاعب دوجري، توصل لنتزانة، الكرة الطولية، ضربة الراس حلو من وائل جمعة، متابعة توصل لفريق نادي القوط، رقم 10 طول عمر ساندا ناحية الشمال، توصل على طول للاعب دوجري، عاوز يعدي دوجري ولكن قافل بخبرة، قافل بخبرة مهارة الباك اليمين أحمد صديق، ونجح صديق إن هو خد فاول ومخالفة لصالح النادي الأهلي. الفوز باللقب الغالي للمرة بإذن الله الستة في تاريخ الكبير النادي الأهلي. الهجمة على طول، الكرة الطولية توصل من اللاعب بوبوندو، أمامنا حد الشمال خطيرة جدا، توصل عمر ساندا، العرضية متابعة ولكن برافو، برافو وائل جمعة،
برافو وائل الرجوله يحط رجله ويطلع كورته بره الملعب، تبقى ركنيه لصالح القطن الكاميروني، ودي اول ضربه ركنيه في اللقاء، اول ضربه ركنيه في الدقيقه 17 من عمر الشوط الاول. على طول عمر سنده، العرضيه جامده قويه، تعدي توصل ناحيه اليمين ناحيه اللاعب بابا اسمايلا، بابا اسمايلا توصل ناحيه اللاعب جيلبرتو، لكن طلعت بره، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. بطولات وانجازات وروائع النادي الاهلي الكل عارفها، الكل حافظها. نادي القطن الكاميروني فاز بالدوري الكاميروني 9 مرات، فاز بالكاس 4 مرات، وصل لنهائي الكاس الاتحاد الافريقي في 2003 وخسر امام نادي الرجاء البيضاوي المغربي 0-2. على طول لمحمد ابو تريكه، الكره الطوليه خطيره، ولكن كسالي داوودة يمسك كورته قبل ما تعدي وتوصل لمحمد بركات. ناحيه اليمين ماكاجي بوكار، فات حتى الان مشاهدينا 20 دقيقه فاتوا من عمر الشوط الاول، التعادل السلبي حتى الان قائم بين الفريقين، والحمد لله التعادل حتى الان لصالح الكبير النادي الاهلي. نص الملعب توصل، استلام رقم 2 لسال عبد الكريم، تصويبه، ولكن برافو امير عبد الحميد يتالق ويحط ايده، توصل حسام عاشور، وائل جمعه، على طول احمد حسن. اللقاء بتاعك النهارده باذن الله يا امير، النهارده باذن الله هيكون رجل المباراه، وكلمه السر في لقاء اليوم باذن الله وبعون الله امير عبد الحميد، اللي ان شاء الله هيتالق ويحافظ على شباكه من اي اهداف بعون الله. على طول ابو تريكه في نص الملعب، توصل لمسه الواحده من فلافيو، توصل لمحمد بركات ناحيه اليمين، انطلاقه من احمد صديق، اللمسه الواحده توصل لابو تريكه، اللمسه العرضيه الخطيره الراسيه من اللاعب جاها، متابعه اللمسه توصل خطيره جدا، محمد بركات اللمسه مره ثانيه، التصويب من احمد صديق، ولكن توصل لمدافعي نادي القطن الكاميروني. على طول الهجمه توصل رقم 10 على طول اللاعب عمر ساندا، استلام من اللاعب داوودة كاميلو، كاميلو التحام وفي صفاره في فاول وفي انذار، اول انذار في اللقاء من نصيب اللاعب الانجولي، صفاره وفاول لسان عبد الكريم السنده، تصويبه في الحيطه توصل لحد الشمال على طول، ولكن في تسلل، في تسلل واضح جدا جدا على اللاعب الدوجري، على طول احمد حسن لاحمد صديق، احمد واللمسه الكره الطوليه ناحيه اللاعب محمد بركات، عاوز يعدي، عدى مهاره عاليه قوي، ولكن عرقله، عرقله واضحه جدا من اللاعب بيير مينكا، ولازم يكون في انذار، لازم يكون في انذار من نصيب اللاعب الكاميروني بيير مينكا. ادي جيلبرتو، جيلبرتو والعرضيه من جيلبرتو، تعدي الراسيه من اللاعب جاها، مره ثانيه دفعه، في دفعه، ولكن الحكم ادى ايه؟ حكم اللقاء ادى فاول على وائل جمعه، ضربه حره مباشره ل او ضربه حره غير مباشره لصالح نادي القطن الكاميروني. توصل ناحيه اللاعب جاها مرة ثانية لعمر ساندا، توصل ابو تريكا، عاوز يعدي ابو تريكا ولكن قطع كورته رقم 30 جاها، مارسلين جاها مرة ثانية، استلام من اللاعب عمر ساندا، توصل لمسة الواحدة حد اليمين، ولكن مغطي مظبوط جيلبرتو، برافو جيلبرتو، برافو لاعبي ونجوم النادي الاهلي حتى الان في لقاء اليوم. تطرد من اللاعب بيير مينكا، توصل لجاها ناحية الشمال نيتزانا، يعني في فرصة حلوة النهاردة في أداء النادي الأهلي، إن فريق القطن الكاميروني بيحضر كتير في نص الملعب، دي ميزة النهاردة في أداء لاعبي النادي الأهلي، إن هم يعملوا دفاعات قوية، دي ميزة حلوة قوي إن هم بيحضروا كتير في نص الملعب، بيدوا فرصة لينا إن إحنا نرجع ورا في نص ملعبنا. عمر ساندا عاوز يعدي مع الصقر المصري أحمد حسن، عمر ساندا الكرة الطولية والعرضية الراسية من جيلبرتو وبره الملعب، ركنية لصالح القطن. هي الضربة الركنية في اللقاء حتى الآن، والركنيتين لفريق نادي القطن طوال. لسانة عبد الكريم لسه مع لسانة، العرضية من لسانة، والحمد لله، الحمد لله تعدي، عرضية اتلعبت حلوة قوي، وضربة راس وحشة، والحمد لله من بابا اسمايلة، وتعدي بسلام وأمان على مرمى النادي الأهلي. دي أخطر هجمة،
دي اخطر هجمه في اللقاء في الدقيقه 32 من عمر الشوط الاول. عرضيه اتلعبت حلوه من اللاعب لسان عبد الكريم، الركلات الركنيه عمر سندل عند الخطيره، ولكن برافو امير، برافو امير، يتالق توصل على طول ناحيه اللاعب جهه، تصويب ولكن بعيد عن المرمى، طلعت بره الملعب، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. محمد ابو تريكه، ابو تريكه الكره الطوليه جت في قدم اللاعب جهه، مرة ثانية ابو تريكه مع الكره، ابو تريكه لسه، ابو تريكه التحام قوي، توصل اللمسه الواحده تحت الشمال ناحيه اللاعب جيلبرتو، الهجمه من جيلبرتو ولكن طلعت بره، طلعت بره، ركنيه لصالح النادي الاهلي، ضربه ركنيه اولى للاهلي. محمد ابو تريكه، اللمسه من ابو تريكه توصل لجيلبرتو، لسه مع جيلبرتو، استنى محمد ابو تريكه، ابو تريكه العرضيه المتابعه، جول جوه، جول، الهدف الاول في اللقاء، الفرحه الاولى في اللقاء، احمد حسن، احمد حسن الصقر المصري، صاحب الخبره الكبيره، صاحب الخبره الكبيره، احمد يا احمد اتدلع يا احمد، اهلي يا اهلي اتدلع يا اهلي، ابو تريكا ابو تريكا ابو تريكا، والعرضيه الجميله واللمسه الحلوه السحريه، الله الله الله، احمد حسن بيسجل الهدف الاول في اللقاء في دقيقه 38 من عمر الشوط الاول. احمد حسن تسلم لي ايديك ورجليك وتسلم لي كل حته فيك يا احمد يا حسن، يا حبيب كل الجماهير المصريه، يا حبيب كل الجماهير الاهلاويه، الله اكبر الله اكبر. توصل لحسام عاشور، حسام احمد السيد، كره الطوليه اماميه، الراسيه من اللاعب فرافيو تعدي خطيره، ولكن كسالي داووده يمسك كورته مظبوط، يمسك كورته مظبوط، المقدمه حمراء الاهلي المصري هنا في مدينه جروه، هنا في معقله في بيته، متقدم على القدم هدف واحد مقابل لا شيء، ودخلنا دلوقتي خلاص مشاهدينا باذن الله على اللحظات الاخيره من عمر الشوط الاول. محمد بركات، احمد حسن الصقر المصري، احمد حسن 8 سنوات بعيد عن مصر، لعب في تركيا، لعب في بلجيكا، تالق بصوره كبيره مع فرق كبيره زي بشكتاش التركي ونادي اندلخت البلجيكي، وده موسم اول ليه مع النادي الاهلي. ابن الصعيد، ابن المنيا، ابن مغاغه، توصل على طول ناحيه اليمين، ناحيه اليمين لفريق النادي الاهلي، على طول احمد صديق، مره ثانيه توصل، ترجع ورا، توصل لمحمد بركات، اللمسه احمد حسن، بركات مره ثانيه، توصل لوائل جمعه، وائل جمعه مره ثانيه، على طول للاعب شادي محمد، تحضير احمد السيد، توصل لحسام عاشور، على طول محمد بركات ملك كل الحركات، ولكن لسه محمد بركات، لسه محمد بركات مستني التقيل في الشوط الثاني، التقيل في الشوط الثاني، محمد بركات وابو تريكه هيدلعوا لاعبي نادي القطن. الهجمه من هتلاقي الكره الطوليه خطيره جدا، كاميلو، كاميلو خطيره، كاميلو العرضيه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، وهدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل للقطن الكاميروني. لسان عبد الكريم، لسان عبد الكريم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع من نهاية الشوط الأول، نادي القطن الكاميروني بيسجل هدف التعادل، هدف التعادل، تصويبة جامدة قوية من اللاعب رقم 2 لسان عبد الكريم، حطها جميلة جدا قوية على يمين الحارس أمير عبد الحميد عشان يسجل هدف التعادل. وفي هذه اللحظات حكم اللقاء جمال حيمود بيصفر بنهاية بالشوط الاول من هذا اللقاء الكبير، اللقاء التاريخي، لقاء الحلم الافريقي، لقاء القطن والاهلي في نهائي هذه البطوله الكبيره، والشوط الاول بينتهي بالتعادل الايجابي واحد. مره ثانيه مشاهدينا متابعينا بدايه احداث الشوط الثاني من اللقاء الكبير واللقاء التاريخي، لقاء القطن الكاميروني والاهلي المصري في نهائي العوده لبطوله دوري ابطال افريقيا. ضربة المرمى، التعادل الإيجابي 1-1 لقاء الذهاب في القاهرة، فوز الأهلي
2 لا شيء بثلاث ألقاب في 4 سنوات. انطلاقة وهجمة من الخطورة العرضية، ولكن برافو الجمعة والرجولة مغطي مظبوط في هجمة خطيرة عنترية للاعب القطر الكاميروني، ولكن برافو رجالة مصر ونجوم مصر النادي الأهلي. ناحية الشمال توصل باك الشمال هيتزانا على تصويبة اللاعب لسان عبد الكريم ومتابعة اللاعب رقم 11 بابا اسمايلا. اللاعب عرضية حلوة قوي، ولكن لسان هيلعب الفاول، تتلعب على طول على الأيمن البعيد عالية بدماغه امير حسب امير بعيده بعيده ومتابعه، وهدف ثاني للقطن الكاميروني، هدف ثاني للقطن الكاميروني. لازم نحافظ. اتعملت على القايم البعيد وتابعها في ظهر المدافعين او في ظهر امير عبد الحميد، وهدف ثاني للقطن الكاميروني 2-1. لكن برضه لسه معانا الوقت. هنا اتعملت على القايم البعيد، اتردت في ظهر المدافعين وفي ظهر حارس المرمى، مش يتابعها اللاعب بابا اسماعيلة، وهدف تاني، هدف تاني للقطن الكاميروني. لكن لسه بطمن حضراتكم برضو معانا الوقت ومعانا المكسب معانا لغايه دلوقتي، وهم عشان يكسبوا لا قدر الله عشان يكسبوا لازم يجيبوا 4 تجوال نتيجه لقاء الذهاب 2-0 للنادي الاهلي طبعا، وممكن احنا نجيب جول ونريح كمان لان الهدف خارج الملعب يساعد